بسم الله، النهارده هنشرح ازاي نحل المسألة البسيطة دي. المسألة البسيطة دي أخدناها في ثانوية عامة عادي، بس ساعتها كان بدل الاتنين دي كان عندنا هنا واحد. فساعتها لما كلنا عارفين إن لما بيكون النسبة ما بين ده وده زي ده وده، كان ساعتها الفولتج هنا بيساوي الفولتج هنا، والبرانش ده بيتشال. ليه؟ علشان مفيش تيار ماشي هنا. مفيش الفولتج هنا بيساوي الفولتج هنا، فمفيش فرق جهد يخلي فيه تيار ماشي هنا، فساعتها البرانش ده يعتبر مش موجود. فبنقوم شايلينه، بنقوم شايلينه كده، ونقوم قايلين ان الواحد ده هيبقى مع الواحد ده سيريس، والواحد ده مع الواحد ده سيريس، وبعد كده هيبقى كده. فساعتها الواحد اوم ده مع الواحد اوم ده هيدونا الاثنين، والواحد اوم ده والواحد اوم ده هيدونا الاثنين دي، والخمسه دي زي ما هي. الواحد الاثنين والاثنين هيبقوا مع بعض هيدونا واحد، واحد اوم هنا، وساعتها المحصله كلها هتبقى 6 اوم. الكلام ده بيحصل معانا لو دي واحد. طب لو دي بقى مش واحد، لو دي اثنين، كان عندنا في ثانوية عامة لما دي تبقى اثنين بقى، ايه اللي بيحصل؟ كنا ساعتها بنقوم حاطين هنا بطارية، بنقوم موصلينها بأطراف الدايرة، ونقول مثلا إن هي واحد فولت، وإحنا عارفين من قانون أوم إن دي إيكوال أي فأر. فأنت دلوقتي لو عايز تجيب مقاومة الشكل ده، فأنت محتاج الأي ومحتاج البي. فأنت بإن أنت جبت قلت إن في بطارية هنا واحد فولت، فأنت كده عرفت البي كام. طيب الأي بتعمل إيه؟ هنحل المسألة دي كيرشوف عادي، وبعد كده بعد ما نجيب كيرشوف ونخلص هنقوم جايبين التيار الكلي اللي هو هنا اللي ماشي هنا، وساعتها هنقوم قايلين إن أر ده الأر اللي إحنا عايزينها هتساوي البي على الأي، وبكده نقوم حالين المسألة. المسألة دي ممكن تاخد منك حوالي 10 دقايق ولا حاجة عشان تعرف تحلها. في بقى الطريقة اللي احنا هنشرحها النهاردة اللي هي الستار والدلتا. المسألة دي سهلة جدا وهنبدأ نحلها دلوقتي بالستار والدلتا. احنا عارفين ان الثلاثة دول دلوقتي بولد، هنقوم محولينهم لستار. ازاي بقى بنحولهم لستار؟ في البداية بناخدهم هما الثلاثة زي ما هما كده زي نفس العالم، نقوم راسمين جواهم علامة الستار اللي هي دي. احنا عارفين ان دي بتساوي دي في دي على مجموع الثلاثة. نيجي نحسبها هتبقى 2 في 1 على 2 زائد 1 زائد 1، يطلع لنا نص. نص أوم. نحسب دي هيطلع لنا نص برضه. نحسب دي تبقى 1 في 1 على 2 زائد 1 زائد 1، هيطلع لنا ربع. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده نقوم شايلين الجزء اللي احنا حولناه، اللي هو ايه الجزء اللي احنا حولناه؟ اللي هما الثلاثه دول، نقوم شايلينهم كده اهو، ما بقيناش عايزين. بقى هو ده الشكل بتاعنا. الشكل بتاعنا بقى 1 اوم، 1 اوم، نص اوم، ربع اوم، نص اوم. دول سيريس مع بعض بقوا 5 ونص. دول سيريس مع بعض 1 ونص، ودول سيريس مع بعض 1 وربع. ال 1 ونص ده مع ال 1 وربع ده بدل، هيطلع لنا 15 على 22، ونشيلهم كده الاثنين مع بعض. بعد ما خلصنا المسألة هيطلع لنا 6.18 أوم، وكده نكون خلصنا المسألة دي. هنمسح المسألة دي ونجيب لكم مسألة تانية لتحويل من الستار للدلتا.